مره ثانيه اعزائي المشاهدين حابب بس ان انا انوه عن ان مباراه النادي الاهلي والفتح المغربي في بطوله افريقيا لكره الطايره واللي بينظمها النادي الاهلي هي مزاعة حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بقناه الاهلي وممكن حضراتكم تتابعوها على الهواء مباشره بنرحب بخبرنا التحكيم المتميز دائما كابتن ناصر عباس منورنا يا كابتن تحيات لي كابتن ايمن تحيات لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك كابتن ازي حضرتك الله يخليك كابتن ايمن كويس لك. الحمد لله تمام ايه اخبار طاقم التحكيم النهارده آه يا كابتن؟ كابتن ايمن الاول خلينا نقول قبل ما نتكلم في التفاصيل نقول بالتوفيق النهارده لابراهيم نور الدين في هذه المباراه هو وطاقم التحكيم كله سواء حكام المساعدين حكم الرابع حكام الفار ده اللي احنا في البدايه بنقول ربنا يوفقه خلاص هو تم اختياره من قبل لجنه الحكام ولكن الحكام هي المسؤول الاول عن تعيين هذا الطاقم كابتن ايمن محدش يقول لي اي حد تاني مسؤول لكن الحكام بالكامل برئاسه فيتور بريرة هي مسؤوله عن اختيارات هذا طاقم التحكيم لان البعض قال ان ابراهيم نور الدين هو اللي راح وهو اللي طلب ان هو يلعب المباراه البعض قال ان ابراهيم حابب يلعب هذه المباراه عشان يعتزل كلام كتير أوي اتقال يا كابتن ايمن كلام كتير قوي 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 منذ اعلان طاقم التحكيم وسمعنا كلام كتير قوي ولكن يعني خليني اقول لك التفاصيل لما تيجي تبحث عن الحقيقه والتفاصيل هتبقى هنا في شاشه النادي الاهلي كويس بجد ماشي يا كابتن كل التفاصيل الخاصه بالتعيين وما قبل التعيين هنا هتلاقيها في نادي الاهلي هنا بكل دقه وبكل صراحه وكل امانه ايه التفاصيل اللي ما قبل التعيين كتير كتير قوي 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 ولكن اللي انا عاوز اقوله ان ابراهيم الدين ما بيعينش نفسه مفيش حكم يا كابتن ايمن في العالم هو اللي بيعين نفسه في مباراه ابدا يعني هل من المعقول النهارده انا كلاعب افرض نفسي على المدير الفني واقول انا عاوز اخش التشكيله والعب في ال11 صعب بادائي ادائك اه اذا هنا معايير اختيار هناك معايير اختيار الحكم أسبوع. مش هو الحكم بس وطاقم التحكيم بالكامل اختيارات كتيره جدا جدا لكن على طول فيتور بيريرا هو يسال عن هذا الاختيار وهو حر كريس رجل الحكام هو المسؤول هو اللي صمم هو اللي خد القرار هو اللي خد القرار م. بأمان طب هتقول لي يعني هل كان في فرصة وفي حكام تاني ممكن يعني يلعبوا هذه المباراة؟ اه كان في حكام كتيرة تلعب هذه المباراة عندنا النهاردة سبع حكام دوليين سبع حكام مساعدين كابتن أيمن لو قلنا من عمر محمد عادل محمد معروف محمود البنا إبراهيم نور الدين عندنا كمان محمود ناجي وأحمد الغندور سبعة سبعة ممكن أي حد يلعب في المباراة ولكن هنا هو عاوز أقول لنجم الحكام النهاردة أيضا هي يعني وضعت نفسها كابتن أيمن في مشكلة يعني النهارده يبقى عندي امين عمر يلعب مباراه الاهلي وزد اذا النهارده أيوة. بلاعبه الاسبوع اللي فات وانا عارف ان عندي مباراه الاهلي والزمالك ايوه اديته الاهلي وزد اذا النهارده أيوة. انت خلاص شلته من حساباتك هو هو بالنسبه لانها وضعت نفسها في مشكله ليه؟ لان كابتن ابراهيم نور الدين بنسبه كبيره جدا جدا هيعلن اعتزاله بعد الماتش ولا وضعت مشكله وضعت نفسها في مشكله ليه الموضوع ده ده هنتكلم فيه وانا عندي تفاصيله يا كابتن ايمن ولكن انا بتكلم ايه الاول في اختيارات اللجنه ويس. انا كنجم الحكام عارف ان في مباراه النادي الاهلي والزمالك هذه إيه مباراه زي ما حضرتك قلت بطوله كبيره جدا جدا على مستوى الشرق الاوسط يمكن من افضل واقوى الدربيات اللي موجوده في الشرق الاوسط والوطن العربي اذا انا النهارده بختار لها افضل تكن تحكيم عندي مش في كلام سواء كان ابراهيم هيعتزل او اي حد انا بتكلم الاول ايه هل كان لجنه الحكام عندها فرصه اختيار كان عندها فرصه اختيار اكتر من الحكم وعنده اوبشنز سواء في الحكام او في المساعدين زي ما قلت لحضرتك امير عمر لعب الاهلي وزد فمش هيلعب الاهلي والزمالك كان احمد الغندور وعنده فرصه كبيره جدا الغندور من الحكام الكبار جدا عنده فرصه لعب برضه. الزمالك والاتحاد الاثنين لعبوا الاسبوع اللي فات محمد معروف ومحدش يقول لي ان هو كان عنده مشكله في ابو سليم و... و... لا هو الراجل واخد قرار وخلي بالك من فتره هو واخد قرار ابراهيم نور الدين اللي هيلعب المباراه واختار الطاقم التحكيم هو اللي مخ اختار طاقم التحكيم انا الكلام ده ليه لان البعض اجتهد وقال حاجات كتيره وقال أيوة. ان ابراهيم و... ولكن زي ما قلت عندما تبحث الحقيقه تعالى هنا على شاشه القناه واحنا نقول لك بامانه التفاصيل كلها مش هنقول تفاصيل كلها يا كابتن ايمن لان ده نخليه بعد المباراه ماشي نتكلم فيه بشكل مستفيض أيوة. ولكن المسؤول هو فتور بيري عن طاقم التحكيم تعال نروح لابراهيم الهدين يعني هناخد كده ابراهيم وطاقم التحكيم على طول نقدر نقول نشوف ابراهيم ابراهيم هذا الموسم لعب في الجوله السادسه مباراه المقاولون والاهلي كانت عينه ادى مباراه كويسه صحيح النادي الاهلي فاز 2-1 حسب ركله جزاء النادي الاهلي ولكن لما نيجي نقول في نهايه المباراه مفيش اخطاء تحكيميه حصلت مصر. منه في هذه المباراه صح المفاجاه وانا هقول لك على مفاجاه مش اول مباراه للاهلي وزمالك ابراهيم نور الدين بيقدرها في 2014 انا كنت موجود في لجنه الحكام وكان اول مره نعين حكم مصري لديربي الاهلي وسمارك كنا أنا موجود في لجنه الحكام وحطينا ابراهيم نور الدين في 2014 مم. اللي هي الدوره الرباعيه يا كابتن ايمن كان اول حكم بعد فتره طويله قوي قوي يدير الاهلي وزمالك حكم مصر حكم مصر والاهلي فاز بهدف مقابل لا شيء في هذه المباراه. زي ما قلت ابراهيم مش مسؤول ده كسبه النادي الاهلي؟ اه كسب النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء. أيه. النهارده ابراهيم نور الدين انا بقول عليك مسؤوليه ابراهيم النهارده انت سواء هتعتزل سواء انك انت هتروح في مكان هتروح في لجنه الحكام في افريقيا او في لجنه الحكام في احنا عايزينك تختم بشكل جميل جدا جدا مش طالبين منك الكثير والكل هو عند مطلب واحد العداله التحكيميه سواء للزمالك او الاهلي او الاهلي والزمالك العداله التحكيميه على الفريق وبرغم الخبرات اللي هو بيتمتع بيها الكابتن ابراهيم نور الدين ماتش صعب عليه طبعا كابتن ايمن الاهلي وزمالك ماتش صعب على اي حد مباراه صعبه بكل مقاييسها هتكلم يقول لك صعبه لي. دي بطوله صحيح ثلاث نقاط على سلم الترتيب او على سلم الترتيب او على جدول المسابقه كابتن ايمن ثلاث نقاط هنا او هنا بيفرقوا كتير قوي لا الناس كلها بتهتم بهذه المباراه لا هي مباراه تحكيميا صعبه محتاج حكم عنده ايه عنده اداره تحكيميه جيده عنده خبرات كبيره قوي عنده فنيات عاليه قوي عنده مجهود بدني عالي قوي 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 ليه ما انا عاوز ادي قناعات للاعبين في الملعب <applause> انا هدي قرارات بيه؟ بقرارات التحكيمات الصحيحه اذا النهارده مطلوب منه عنده مسؤوليه النهارده ابراهيم انت عندك مسؤوليه وان شاء الله انت قادر انك انت تعدي بالمباراه سواء كنت انت او حكام الفار تاني بنقول سواء هتختم مشوارك التحكيمي خلي ختام جميل اتعب النهارده واجتهد واحنا مش طالبين منك غير العداله التحكيميه للاهلي وللزمالك وفر كمان خليك هادي يعني ما تبقاش انت يعني منفعل، خليك هادي هذه المباراة، محتاجة إدارة تحكيمية جيدة، ونتمنى طبعًا لإبراهيم النهاردة التوفيق. آخر سؤال يا كابتن. والنهاردة زي ما حضرتك بتقول كده، في كلام إن تكون آخر مباراة للكابتن إبراهيم نور الدين ويعلن اعتزاله بعد كده. طيب. نفترض نتمنى له التوفيق طبعًا في البداية، ولكن نفترض إن هو أخطأ، وده وارد. وارد إن أي حكم يخطئ يعني. هل في حساب؟ ومين اللي هيحاسبه اذا كان هو خلاص هيعتزل سؤال مهم جدا عندما يعتزل الحكم خلاص انت مالكش عنده حاجه قفلت الكتاب بتاعه خلاص. انا خلاص اعتزلت هروح بقى امسك اروح اي عمل هعمل اشتغله هتعمل لي ايه خلاص وبعدين انت لما تيجي تحاسبه تحاسبه فنيا يعني م. ايه فنيا هتوقفه شهر اثنين ثلاثه هو راجل خلاص بطل هي. كابتن القصه مش ان انا بدي راجل معتزل ما هو خلي بالك النهارده حتى لو هو معتزل النهارده عليه ضغوط اي يعني طبعا ما هو النهارده عاوز يعمل ماتش كويس يعني القصه كلها زي ما قلت لك الراجل كان عنده اوبشنز كتير يختار من اكثر من حاجة هروح لمحمد عادل كابتن ايمن محمد عادل النهارده لما نيجي نتكلم على محمد عادل ادار للنادي الاهلي هذا الموسم اول مباراه في في الدوري كانت ما بين النادي الاهلي والمصري والنادي المصري النادي الاهلي فاز فيها 4-0 لعب كمان مباراه الاهلي وسموحه لعب كمان عم. كان على الفار يعني النهارده هو النهارده على الفار لعب الفار في ماتش الاهلي وفيوتشر اللي هي في كاس السوبر اللي الاهلي فاز فيه وخد كاس السوبر هو كان على تقنيه الفار في هذه المباراه يعني ثلاث مباريات محمد عادل النهارده عنده خبرات كبيره قوي وانا عاوز اقول لك على حاجه هنا النهارده موجود محمد عادل في الفار امان للكل صحيح يعني النهارده لما يبقى ابراهيم جوه ومحمد عادل عنده خبرات كبيره محمد محمد النهارده بسم الله ما شاء الله اتحاد افريقي ماشي كويس قوي بيلعب هنا وبيلعب بيلعب بار وبيلعب ماتشات فالنهارده حتى لو في حاجه عدت بترجع لمحمد عادل زي ما قلت الاثنين يكملوا بعض سالنا انا عاوزه وطلبوا منهم هما الاثنين لا نخلينا مع بعض يبقى في تعاون ان شاء الله بس تعاون بس. ما بين محمد عادل وما بين ابراهيم لان دي مهمه جدا جدا وانا بقولها من دلوقتي ليه بقول الكلام ده يمكن شفنا امبارح ماتش مش عاوز ارجع عليه اختلافات ما بين الحكم والبوار. صح كتيرة أنا بقول النهاردة محمد وأنت وبريم اتفقوا يتفقوا النهاردة على إزاي تديروا المباراة إزاي يبقى يكون فيه فهم جيد بينك وبينه والفار ما يقطعش والفار ما يقطعش لأن إن شاء الله, و... شاء الله مش هيقطع النهاردة كابتن <applause> إن اثنين مساعدين سامي هلهل وهنا عبد الفتاح يمكن أول مرة بنشوفهم وكان دايما بنشوف أبو الرجال محمود أبو الرجال النهاردة على الإيفار 2 ومحمود أبو الرجال من الحكام اللي لعبوا ثلاثة كأس عالم ما برضك من ضمن التفاصيل اللي احنا مش هنتكلم فيها دلوقتي. اما اكون عندي حكم لعب ثلاثه كاس عالم كاس عالم انديه، كاس عالم للكبير وكاس عالم الشباب، محمود ابو الرجال النهارده حطوا انت ايه فار 2؟ ايه فار 2؟ من وجهه نظري لو تسالني طب ما نحطه حكم مساعد اول ممكن صح احمد حسام مش بنقلل من, من سامي هل, هل سامي هل النهارده ان شاء الله ربنا يوفقه وهنا عبد انا عاوز اقول لك ان كان هناك اختيارات كثيره كنت ممكن انا كرئيس لجنه اختار منها عندنا النهارده كمان احمد الغندور واعتقد النهارده هيدي نوع من الامان للحكم هو موجود في المنطقه الفنيه قدر ان هو يستطيع ان هو يسيطر عليها ويامن المباراه بالنسبه خارج الملعب وده شغل الحكم الرابع على الفار قلنا محمد عادل عندنا اه اه ايفار 1 اه وايفار 2 عاطف حسين اللي هو ايفار 1 وعندنا محمود ابو رجال ايفار 2 اه محمود ابو رجال عشان الكل يعرف ودي تفاصيل وليك انت ملوش علاقه باي حاجه غير التسلل بس محدش يسال النهارده محمود ابو رجال يا جماعه عن اي قرار الا التسلل ان هو ايفرتو خاص بالتسلل واي حاله تحكيميه في التسلل م. التفاصيل كتير والاخبار كتير والحاجات كتير. خلينا كابتن ايمن لا نسبق الاحداث وزي ما قلت اللي عاوز يعرف الحقيقه يجي هنا شاشه قناه النادي الاهلي على كل حاجه بكل امانه لان في كلام اتقال انا مش عاوز اقوله بره وده يعني عكس الحقيقه تماما في النهايه بنقول ابراهيم انت حكم ليك خبرات اعكس لنا الصوره الذهنيه للتحكيم المصري خارج صحيح. مصر في هذه المباراه الكبيره اللي الكل النهارده بيتابعها وانت وطاقم التحكيم بنتمنى لك التوفيق مش عاوزين منك حاجه خالص النهارده ربنا يوفق وتحقق العداله التحكيميه واخيرا بالتوفيق طبعا للتحكيم المصري كابتن ايمن ان شاء الله كابتن ربنا يوفق النادي الاهلي ولينا لقاء بعد المباراه إن, ان شاء الله ان شاء الله شكرا يا كابتن شكرا طبعا الكابتن ناصر ما حبش يقول كل الكلام اللي هو يعرفه ولكن تمنينا التوفيق في الاخر الكابتن ابراهيم نور الدين الكابتن ابراهيم نور الدين حكم متميز حكم صاحب خبرات اتقال كلام كتير الفتره اللي فاتت ولكن حتى لو كانت دي نهايه مشواره التحكيمي اكيد هو هيبقى عايز ينهيها بصوره جيده علشان الصوره دي تفضل موجوده عند الناس الى ما يعني الى ما شاء الله فالنهارده ان شاء الله نتمنى نتمنى التوفيق للكابتن ابراهيم نور الدين والجهاز المعاون ونتمنى التوفيق لغرفه الفار زي ما قلت لحضراتكم احنا دايما متفائلين دايما جمهور النادي الاهلي متفائل اه البعض زي ما قلت لحضراتكم في تفائل وفي تشاؤم اللي يقولك انا الماتش اللي فات مش عارف كنت قاعد في الحته الفلانيه هروح اقعد انا كنت بتفرج في القهوه مع صحابي كذا هروح اتفرج عشان الاهلي كسب الماتش اللي فات كلها بايد ربنا كل حاجه بايد ربنا احنا عندنا ثقه كبيره جدا جدا في الله طبعا وعندنا ثقه كبيره جدا جدا في لاعبتنا وجهازهم الفني ومنظومه النادي الاهلي ككل بيشرفنا الان الزميل العزيز محمد البالي.